نعمل ونقوم بافتتاح مثل هذه المراكز. ما يهمنا هو بناء الإنسان الجديد. ما يهمنا هو بناء الإنسان الحر، أصحاب الفكر الحر، للمضي نحو مستقبل مشرق. نحن اليوم في هذا المكان نبارك لكم هذا المركز الثقافي في بلدة جزعة، وأن يكون منهلا من مناهل الثقافة والمعرفة. لا بد أن يكون هذا المركز مرآة الحقيقية التي تعكس الواقع الاجتماعي وتضحيات الشهداء. فيجب على شعبنا الوعي من خلال هذه المراكز الثقافية. وحقيقة اليوم يوجد في كل منطقة مركز ثقافي وفي كل بلدة، فها في بلدة تل خميس هناك مركز للثقافة والفن، واليوم نعيش ونبارك لأهلنا وشعبنا، وهو المركز الثقافي في بلدة جزعة.